العاملون بالمترو يهددون بإيقاف الحركة مجددا بعد قرار ضبط زملائهم. هدد العاملون بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإيقاف حركة قطارات الخطوط الثلاثة مجددا بعد إصدار نيابة حدائق القبة أمر بضبط وإحضار 10 من العاملين من زملائهم بتهمة التحريض على إضراب الأربعاء الماضي وإيقاف الحركة. يعني هذا الموقف أو التظاهر في المترو كان ليه أضرار كبيرة جدا، خصوصا أنه عمل ازدحام بشكل لا تتخيله في الشوارع المصرية، لأنه كل اللي كان بيمشي في المترو بياخد المترو بدأ يعني ياخد الطرق والمواصلات العامة. رأي حضرتك في التحريض على المظاهرات كهذه، يعني وانها بتعطل الاعمال العمل العامه والخاصه والاعمال اليوميه؟ لا طبعا امر غير مقبول تماما، ويجب فعلا رضعه بالقانون. يعني فعلا ما ينفعش ان احنا خلاص المفروض بقى بعد الثوره وبعد المفروض البلد هديت لازم تبتدي هبه الدوله ترجع، لازم يكون في هبه للدوله. ما ينفعش ان اي حد معترض على اي قرار حتى لو كان قرار مشروع، حتى لو كانت طلباته دي مشروعه، يجب يعني ان هو يسلك الطرق الشرعيه بالطرق القانونيه، بان هو يقدم مذكره يعرض فيها طلباته. ما ينفعش ان كل مجموعه تقوم باعتصام او تقوم باضراب، خاصه في المنشات الحيويه او في الامور الحيويه زي وسائل النقل العام زي مترو الانفاق. كل الحاجات دي ما ينفعش ان هي تتوقف، لان بيكون ليها اضرار كبيره جدا وتاثير سلبي على الحياه في مصر. فبالتالي يجب فعلا القانون ان هو يكون رادع، ويجب الناس اللي حرضت على الاضراب دي ان هي تحاسب. وما ينفعش ان احنا بقى نخاف ان يحصل اضراب تاني. يعني بقول لك يجب الضرب بيد من حديد بالقانون على اي حد تسول له نفسه ان هو يكون بيعرض البلد للخطر او بيعرضها حتى لازدحام مروري، لاي ازمه، لايقاف منشاه حيويه. ما ينفعش ان احنا نقبل بالامر ده في المستقبل. وانه كمان لما يحرض يعني 10 من العاملين في المترو على اضراب وبعدين يتم استدعائهم وبعدين زملائهم يعترضوا على انه تم استدعائهم، شايف انه ده تعدي على القانون؟ طبعا طبعا تعدي على القانون بشكل كبير جدا. وبقول لك يعني بيلوا دراع الدوله وبيلوا دراع المسؤولين من هم يقدروا يوقفوا تاني حركه مترو انفاق ويسببوا شلل مروري في مصر مره تانية. ده بقول لك امر غير لائق وغير مقبول تماما، ويجب ان هو يكون في رادع ليه بالقانون.